سعداء في شركة منصة سهم المالية بالمشاركة في منتدى مستقبل العقار، والذي يعد من أحد أهم الأحداث والممكنات للقطاع العقاري والقطاع المالي، حيث يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري والمطورين في القطاع العقاري. التطور التشريعي الحاصل في المملكة العربية السعودية بالذات في القطاع المالي والقطاع العقاري كان من أحد أهم الروافد والممكنات لشركات التقنية المالية من العمل في صناعة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. نحن في شركة منصة سهم المالية، وهي شركة مرخصة من هيئة سوق المال في مختبر التقنية، شركة تربط بين صناديق الاستثمار العقاري وبين الصغار المستثمرين، حيث تمكن للمستثمر العقاري في المملكة العربية السعودية بجميع شرائحه وأنواعه من الاستثمار في قطاع التطوير العقاري. وتعد المنصة من أحد أهم قنوات التمويل لصناديق التطوير العقاري. نهدف في شركة منصة سهم المالية من خلال مشاركتنا في منتدى مستقبل العقار إلى إبراز أهم الخدمات والمنتجات التي تحتويها المنصة لأصحاب المصلحة من المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع العقاري.